فيكم في الاول، ولازم طبعا واحنا بنتكلم دائما في رموز يا كباتن. تسمحوا لي بس اعزي رمز من وجوده في النادي الاهلي، دائما اللي بيخدموا النادي الاهلي واللي بيحبوا النادي الاهلي لما بيحصل لهم شيء ممكن يكون حلو او وحش لازم نبقى متواجدين مع عم نصار، واحد من الناس اللي كانوا متواجدين دائما على بوابة النادي الأهلي لمدة 40 سنة. راجل كان جميل جدا، وانت رايح وانت داخل النادي كان يبقى المسؤول عن توزيع مجلة النادي الأهلي، متواجد لمدة 40 سنة، انت بتشوفه كل يوم، بتخش في النادي، داخل تتمرن، داخل تقعد مع زمايلك، كان متواجد، توفاه الله يعني وربنا يرحمه. فبالتالي وجودنا النهاردة من خلال قناة النادي الأهلي أكيد لازم نكرمه، من احنا حتى نقول هذه الجزئية وان احنا ندعي له بالرحمة من خلال قناة النادي الاهلي. الف رحمة ونور عليه طبعا عم نصار، وداعا يعني زي ما مكتوب على الشاشة، واحد من محبين النادي الاهلي، واحد من اللي خدموا ايضا النادي الاهلي لكن بشكل مختلف، فبالتالي لازم نكرمه من خلال تواجده. كابتن، لو حابب كابتن شريف تتعز يعني، لا كابتن ماهر تحب تعز كابتن بداية من حضرتك. اتفضل يا اتفضل شريف. اتفضل كابتن. البقاء لله طبعا يا فاروق. طبعا احنا بنحيي قناة النادي الاهلي بصراحة السباقة اللي هي يعني ورا كل حدث موجود، إذا كانت فرحة أو إذا كانت حزن. بالنسبة لنا عم منصات ده طبعا يعني أب لينا بصراحة، يعني إحنا طول عمرنا يمكن أنا وشريف وفاروق إحنا ما عرفناش مجلة النادي الأهلي دي إيه إلا بعم منصار. يعني إحنا كان بيبقى عندنا فرحة ونشوة وحب وتشويق وشوق لما بتيجي تنزل مجلة الأهلي يوم الخميس عشان احنا نيجي يوم الجمعه ناخدها. فكان عم نصر ده اول واحد بنقابله. شوف انت البشره السمراء الجميله، الابتسامه اللي كانت موجوده على وجهه، وحبه لينا يعني وتشجيعنا لينا. فالبقاء لله، ويعني اخر احزان اسرته ان شاء الله. طيب كابتن ماهر، كابتن شريف لو تحب تعزي. رحمه الله عليه، الجنه بما فيها يا رب العالمين ان شاء الله. عم نصر طبعا علامه زي ما انت بتقول، بس لما تخش وما تلاقوش عرفنا ان هو عمل حادث اليم من جنب النادي كده، موتوسيكل خبط معاه وراح المستشفى. الناس ما اثرتش معاه الحقيقه في النادي كله، وضلنا ندعي له لغايه لما يعني ربنا راحه واستريح، والحمد لله على كل شيء. احنا الاسبوع اللي فات ده برضو كان عندنا حادث تاني، بطل السباحه صحيح ولد ربنا يرحمه طبعا، كلنا حزنا وتقطعنا من جوه يعني. فربنا له ما يعني اعطى واخد، بتاعت ربنا كلنا بنترحم عليهم كلهم، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله، الحمد لله. ربنا يرحمه طبعا ويرحم طبعا الشاب يعني بطل السباحه قطع قلبي ده حقيقه يعني، ربنا يرحمه. خليني طب يا كباتن بقى، واحنا بنتكلم على مباراه الغد يعني، خلينا نقول بس النتائج بتاعت اسبوع ال 26 يا كابتن وبدايتها، وين تعليقنا على حضراتكم، لان في من خلال النتائج دي حاجات اتغيرت في الجدول الدوري. ممتاز وجود الزمالك دلوقتي كوصيف للنادي الاهلي.